اهلا بيكم. في المحاضرة النهاردة هنتكلم عن الستوري بورد. كلمة ستوري بورد عدت علينا اكتر من مرة وقلت لكم هنتكلم عليها في وقتها ان شاء الله، فده وقتها بقى. الفكرة فكرة ان انت بيبقى عندك دلوقتي سواء بتحضر محاضرة واحدة او بتحضر مجموعة من المحاضرات في كورس، المفروض ان في بينها وبين بعض ترتيب منطقي. الترتيب المنطقي ده انت عايز تحطه على الماتيريال، بحيث ان المتدرب او المتعلم لما يجي يتابع الشغل يقدر يمشي ورا مجموعة الافكار اللي انت عايز تعرضها واحدة ورا التانية، من اول نقطة دخول الكورس او نقطة دخول الليكتشر لغاية ما ينتهي معاك في اخر المحاضرة بتاعتك. يعني مثلا احنا قاعدين بنتفرج دلوقتي على الكورس ده من خلال جوجل كلاس روم. جوجل كلاس روم واحدة من الستوري بوردز من عيلة اسمها Learning Management Systems LMS، هنتكلم عنها هنا النهاردة ان شاء الله. برضو هنتكلم على ازاي ممكن اخلق ستوري بورد من خلال الويكي او البلوج، وهنشوف ازاي ممكن نخلق ستوري بورد من خلال الويب سايت. فدي الثلاث حاجات اللي هنتكلم عليها بالترتيب، هيبقوا البلوجز والويكيز، والتاني حاجة الويب سايت، وتالت حاجة الليرنينج مانجمنت سيستمز. فتعالوا مع بعض دلوقتي بسرعة. ادي اللي احنا عاوزين نقوله creating your story board. اول حاجة الستوري بورد فكرة زي فكرة ان انت بترسم الفيلم رسوم متحركة. جوست انت عايز الرسوم المتحركة دي تبان بشكل معين، فبترسم واحدة ورا التانية ورا التالتة، بحيث ان اللي بيتفرج عليهم يتفرج على الحركة اللي انت عايزها. دي من هنا جات الكلمة. تطلع بقى في الاخر بكورس او بمحاضرة، بس ده حسب التارجت بتاعك. اول حاجة هنتكلم عليها الويكيز، ودي مش هنقضي معاها وقت كتير، بس زي ما اتكلمنا على الويكيز قبل كده، انت بتقدر تخلق صفحات وتعمل بينها وبين بعض لينكس، ولينكس لحاجات خارجية. وكمان الصفحة بتاعت الويكي باي ديفولت صفحة مترتبة، اللي هيعدي فيها لازم هيبتدي من فوق لتحت، فبالتالي الصفحة الواحدة ممكن تعتبرها ستوري بورد، من باب ان انت بتحط الحاجات ورا بعضها، او مجموعة الصفحات وبالطريقة اللي هتوصلهم بيها ممكن تعتبرهم برضو ستوري بورد، وتقدر تحط عليها الافكار بالترتيب اللي انت عايز تشوفه. وده اللي شفناه ايه في الويكي قبل كده. واعتقد ان احنا المفروض ان احنا عملنا ويكي صغيرة وقدمناها. انا كنت عايز اوريكم مثال تاني من خلال البلوجر. اوكي، وده بلوج كان عامله الطلبة بتوعي في 2010 وما زال شغال. ابتدوا معانا، كان مشروع صغير في كورس اسمه ايرو 103 Structural Analysis. عملوا شوية حاجات جميلة جدا. دي اول صفحة عملوها، وتلاحظوا ان الصفحة بسيطة جدا وفيها حاجات يعني يمكن نقدر نعتبرها رديئة. لكن شوية بشوية لو اتحركنا من الصفحات اللي كانوا عاملينها في اكتوبر اوائل الصفحات، ودخلنا الصفحات اللي عاملينها في ديسمبر مثلا، هنلاقي بعض الكلام زاد، ابتدوا يحطوا صور، ابتدى يبقى فيه لينكس لحاجات خارجية، طور الويب سايت بتاعهم او البلوج بتاعهم اللي في صورة ويب سايت، لغاية ما يمكن وصلنا في الاخر ان هم كانوا بيعملوا حاجات لطيفة جدا، very interactive. هنا اروح لاخر حاجة عملوها، كان ماتلاب وحطين صور وحطين كود، وكان في حاجات تانية لها علاقة بشير ديفليكشن، دي حطين فيديو، ده فيديو كان مسجلينه لي اعتقد، لا ما كانش متسجل لي انا، كان متسجل من حتة تانية، وكانوا مسجلين لي فيديوز الحقيقة كمان ورفعينها برضو. وابتدوا يتعاونوا مع زمايلهم اللي بيعملوا بروجكتس تانية في نفس الكورس، ان هم يحطوا حاجتهم على البلوج بتاعهم. طيب انا هنا مش بعمل اعلان للبلوج اللي عامله الطلبة بتوعي، وانما كنت عايز اوريكم ان دي فرصة طيبة
انك تستخدم البلوج او تستخدم الويكي في ان انت تعمل ستوري بورد تقدر ترتبها بالشكل اللي انت عاوزه، وتتيح الفرصة للناس انها تتنقل ما بين النقط المختلفة بالطريقة اللي هم يشوفوها انسب ان هم يتعلموا. طيب ده كان اول نوع من انواع الستوري بوردز، وده نوع يعتبر بسيط الى حد ما، بيعتبر ان انت بتخلق بس البيجز وبعدين تحاول تخلق اللينكس بعد كده، وبرضو يدخل بقى فيها الشيرنج ويدخل فيها ان انت يبقى عندك اودينس بيتفرج عليه. هنكمل الفيديو بتاعنا ان شاء الله، هنكمل المحاضره بتاعتنا اسف في الفيديو الجاي، ونبتدي نتكلم على ازاي نخلق ويب سايت ونستخدم الويب سايت ده كستوري بورد. هنعمل ويب سايت بسيط برضو، ونشوف ازاي ان احنا نحط عليه الحاجه بتاعتنا بحيث انها تبقى مترتبه بشكل منطقي. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.